رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله صلاة ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل